السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا انا نقول لكم خدموا وسكتوا، بركا وما تعسوا وبركا وما تهضروا، تحطموا ما يمكن تحطيمه، على بالك راه كي درتوا الافيرتينو غادي افيرتينو كلش يوصله بلي عليك عليك الاعلام راه يهدر، راه يهدر فيك بلي انت راك تبت في الرشوه وانت راك دير من وانت راك دير من. لازم تضبطوا النفس. المغرب راهم يخدموا في الرياضه تاعهم، راهم صايبينها ماشيه، راهم يمشوا فيها ما بغاوش يحبسوا، وانتوما راكم تعايروا خطره تعايروا انفرتينو نهار نهار الجماعه راحت للفيفا دايري تصويره وجه تاع انفرتينو ايطو ويعايروا قاصامه ويعايروا في الغاشي. جا هنايا طاك 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 صحه مزيه هنايا، جا انفرتينو هنايا صحه شويه دعوات سقبت شويه سقبوها. اليوم غي نتوما وتخرجوا تستغلوا الاوضاع يا جماعه، يا جزائريين يا جزائريين مخلصين، هذو ناس راهم يستغلوا الاوضاع، يخرجوا يعايروا في انفرتينو، يخرجوا يعايروا من، يخرجوا يعايروا يا ودينا الشيطان. ها انفرتينو كلش يوصله، كلش يوصله، يوصلوا له عليك عليك الشيخ عليك شاب يهضروا فيك جزائري، عليك جزائري شاب يهضروا فيك. يعني كيما خطره الحاج محمد راهو في 2016 قال لكم يا ودي راكم تعايروا في 2015 قال لكم راكم تعايروا في عيسى حياته كلش غيوصله. تعقلوا عليه هذيك بالعاني علاه باش ما ننظموش كاس افريقيا، هذو بالعاني دوك الصوالح خاطر علاه كان الحاج كان الحاج كانوا رايحين هذوك باش يخسروا. واليوم يقول لك ايه لقجع حقرنا، لقجع حقرك، لقجع صابك شكام، كي صابك شكام حقرك، لقجع كي صابكم شكام حقركم، لقجع صابكم انتوما جيتوا ضد ود بلادكم. علاش تا ولا الحاج محمد راوا في لافريك ولا صابكم جيتوا ضد راجل على هذيك راه حاقركم، ماشي حاقركم راه يخدم في بلادو، انتوما تبانوا انتوما راكم دايرين واحد المصطلح تاع المؤامرة، انتوما باش راكم تخدموا، انتوما دروك تانمو ما راكمش تخدموا وما تعرفوش كيفاش تخدموا. ديجا الملف جول هذاك اللي من عام لعام الفيفا تمد مليون دولار، انتوما ما غاديش تعطيكم الفيفا، ما غاديش تمد لكم. نقول لكم علاه ما تمد لكمش الفيفا، ما تمتش الاتحادية الجزائرية، علاه ما تمتش الاتحادية الجزائرية؟ وهضروا الحقيقة، خاطش علاه رئيس الاتحادية السابق خير الدين زتشي شتا دار يعني الشركة بالريجيست كوميرس وكلش، تسمى شركة وحدها، يعني ما تنجمش الفيفا تعطيك نتايا، نتا داير ريجيست كوميرس، نتا راك داير ريجيست كوميرس، غادي الفيفا ما تعطيكش. ما تمدلك ساي سي بون تاكدير لها ريجيس كوميرس، انت الفيفا ما تمدلكش، ما تعطيكش دراهم. راهي عطات للسودان، تعطي لموريتانيا، يديروا ذاك الملف جول، يسموه ملف جول، دوسي جول، ادخلوا لجوجل وديروا ذا الدوسي وتعرفوا شتا يديروا فيه. حنا ما تعطيناش خاطر حنا رانا شركه دايرين لها ريجيس كوميرس اتحاديه شركه، هما راكم شهدرنا عليها والفيفا وجا زاتشي وجا شاف الدين عماره ومع زاتشي وراسلو، قلت لك مع زاتشي مع زويزف راسلو الفيفا ورسلوا لهم هذا الملف، ردوا لهم قال لهم حنا ما نعطيوكمش، انتوما راكم دايرين شركه، راه عندكم ريجيس كوميرس تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. هما راكم انتوما هما راكم خمولها. بعد تجي اليوم تعاير في انفرتينو، انفرتينو خاطش علاه انفرتينو؟ انا نقول لكم انفرتينو علاه اي دعم في المغرب، المغرب حنا نهار اللي جا انفرتينو هنا في طول نحطوا مجسمات ونقولوا له هنا بيديروا ايكول تاع مدربين، وهنايا بيديروا هذه 40 هكتار بيديروها اكاديميه كبيره لكره القدم من اجل التطوير ومنا ولافريك ونسى ومنا واي واي واي. لا، هو خاصو الكبده، هو خاصو الماكله، هو خاصو يلعب نورمال في مره في اخرى،
خاصة الواحد ولا قاعد يلعب نورمال قاعد يضرب قاعدين نورمال. ودي شا دارو قلبها 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 الاخجاع طب ها ولا المجسم هاش راني داير ولا ماشي ولا ولا يديه ولا يوريلو هذا هاشتايل هذه هاشتايل هذه هاشتايل. قالو هاك دراهم اخدم هيا انا نعاونك هيا طور لي كرة القدم دير لنا تطوير. شو كيفاش؟ بصح على هذه الخدمة احنا كنا رايحين نخدموها مع الحاج محمد راهو راهو لكن العصابة ما يطنقوا والو هما يخدموا. بعد يخرجوا ناس يقول لك الفيفا تمنح مبلغ ضخم للمغرب هل دعم من كيفاش قالوها هل دعم انفرتينو مخطط لقجع ضد الجزائر. يا ودي نور الشيطان شو راكم تحصلوا في الناس ورانا نخسروا كيما هكا رانا نخسروا هذه نقولها لكم ونعاود رانا نخسروا. ومن المرتقب ان تتلقى الجامعه المغربيه لكره القدم والتي يترأسها فوزي لقجع دعم مالي ضخم يصل الى حد الملايير من نظيرتها الدولية خلال الأيام المقبلة حسب ما ورد موقع العربي الجديد. وستدعم الاتحادية الدولية اللعبة أكثر شعبية في العالم الجامعة المغربية لكرة القدم بمبلغ 8 ملايين يورو حسب تسريبات من محيط الهيئة المغربية للقجع لموقع سالم ذكري. وبحسب تلك التسريبات فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيمنح مبلغ 8 ملايين للمغرب 8 ملايين يورو على 4 دفعات بهدف المساهمة في رفع كرة القدم المغربية والإفريقية لتواكب البلدان الأوروبية. ومن المرتقب أن يخصص مبلغ 8 ملايين يورو لمصاريف تأهيل العناصر البشرية بالإضافة إلى تشجيع كرة القدم النسائية في المغرب والإفريقية. كما سيخصص جزء من ذلك المبلغ للضخ لتعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب من خلال تنفيذ مشاريع كروية لتحقيق ما وصفته المصادر القريبة من الجمعية المغربية بتنمية الكروية الشاملة والإفريقية. رغم أن تلك المصادر أكدت أن منحة الفيفا لن تقتصر على المغرب فقط حيث ستستفيد الاتحادية الكروية المحلية في القارة الإفريقية من مبلغ تتفاوت قيمته إلى أن اتهامات طالت رئيس الفيفا ومعه المغربي لقجع. وفي ظل خروج تلك التسريبات من محيط الجامعة المغربية لكرة القدم راح الكثير من الإعلام الجزائري يتساءل عن منح الفيفا مبلغ 8 ملايين يورو في هذا الوقت بالذات ولماذا لا الجزائر. يا وانتوما لقد زتشي دار ريجيست ما تعطيكش الفيفا قلت لك أنا ما نعطيكش دير ريجيس كوميرس دايرها داير لها ريجيس كوميرس يعني ما يعطوش حتى ذاك مليون دولار اللي كانوا يمدوه من العام العام الاتحاديات في افريقيا ما ولاوش يعطونا قالك ما نعطيش قالك انت وما درتو ريجيس كوميرس. وربط الاعلام الجزائري المبلغ الضخم المتبرع به للجامعه المغربيه في الوقت الراهن بقضية صراع القائم بين الجزائر والمغرب حول استضافة نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2025. أروح أقول لكم روح أروح أقول لكم روح ربما غادي تنظمها زومبيا وقلت لكم زومبيا زومبيا الناس حنايا رانا لاهي مع المغرب المغرب راه باش يحضروا كاع لكأس إفريقيا ما وقت تاعهم باش يحضروا كأس إفريقيا ما راهمش يحضروا خاص دايرينها 95% عندهم ولا إلا ضمنوها باش يدوا كاس افريقيا يعطوها زومبيا 2027 يدوها هما عقلوا يا مليح شنو نقول لكم. ورجح الاعلام تورط رئيس الفيفا انفرتينو في دعم مخطط المغربي فوزي لقجع لحرمان الجزائر من استضافه نهائيات منافسه كاس العالم كاس افريقيا 2025. يا ودي شنو دخلوا يا ودي والله لا. ويرى القائمون باحتمال تورط انفرتينو بدعم لقجع في مخطط تنظيم المغرب للمنافسة القارية بما أن الجزائر أوفر حظ من جارتها المغربية التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. عبك بلي هاد الهضرة هاد الصوالح هما اللي خلاونا يعني ناس ولينا مندو الصوالح تبغي تدي يقول لك حبس أي والله ما يدي هاي يا ودي خلونا من هادو خلونا من خلونا انتوما مازلتو تحت المغرب دروك هما داو انت شتخل انت خدم حوس كيفاش توصل انفرتينو باش تدي هذه هي انا نيتي انا هذه هي نيتي كيما هكا نهضر لك كيما هكا الحاجه اللي كاينه في لساني راني نقول لك الحاجه اللي في قلبي راني نقول لك فيها انت
انا ما نحوش على المغرب، المغرب الى ساجين راهم يخدموا راهم يدوا من الفيفا ويدوا من ويدوا من ويدوا من ساجين. انت فين يكون انت فين رياضة، انت راك في مسؤول، انت راك في الرياضه، فين يكونك ساجين؟ سبحان الله، هذه هي اللي نقولها لكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله ديما معكم جديد تعيطوا.